تجيب البيعية الخلفية تجيب تفعيل الدستور 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 الحفو تفعيل الله لم يرفع أي شعار في هذه المسيرة يقسم التونس، لم يرفع أي شعار في هذه المسيرة يدعو للإقصاء أو يدعو إلى إقصاء أي طرف أو يدعو إلى تقسيم التونس، بل إحنا نقول مع الشرعية مع الوحدة الوطنية مع كلمة موحدة يد واحدة لخدمة تونس. إحنا كحركة النهضة داعمين للحكومة، وهذا لا نقوله في السر، وإنما كحزب يعني من حزام الحكومة نحن من داعمي هذه الحكومة وليست رسائل، بالعكس نحن السيد رئيس الجمهورية هو رئيس منتخب من الشعب وهو ضامن لتطبيق الدستور وضامن الاستقرار، هي دعوة للحوار وهي تثبيت للشرعية التي ينعم بها الجميع. هذه الشرعية لابد أن تتحول إلى ثورة وإلى ثروة اقتصادية واجتماعية، وهذا ما ينقصنا اليوم في البلاد. نحن ندعم كل مؤسسات الدولة، ندعم مؤسسة الرئاسة وندعم رئاسة الحكومة، وهذا الدعم يؤكد علينا ويفرض علينا جميعا أن ندعوهم إلى الحوار. لأجل ذلك جاءت مبادرة رئيس البرلمان للدعوة إلى لقاء ثلاثي نحلوا فيه المشاكل. مشاكلنا ماهيش كبيرة، ماهيش صعبة، طالما الإرادة موجودة والعقل التونسي قادر ماهوش عاجز على أن يبدع الحلول. فجاءت هذه الدعوة للحوار وهذه الدعوة لمبادرة رئيس البرلمان. هذه المسيرة تريد أن تؤكد هذه الدعوة وتريد أن تفتح أفق في جدار أزمتنا من أجل البحث على حل ومن أجل الحوار. هي مسيرة وطنية دعت لها حركة النهضة وهي مفتوحة لكل التونسيات والتونسيين. شعارها المركزي الدعوة للوحدة الوطنية، تونس تسع الجميع، وفيها أيضا دعوة إلى الحوار لحل المشكلات السياسية الموجودة الآن في تونس. ليس هناك أمام ممثلي الدولة التونسية غير الجلوس والحوار من أجل حل مشكلة تونس. Thank you.